تم الإقلاع بحول الله، الله يوصلنا بالسلامة إن شاء الله. 3 ساعات بالضبط إلى كوالالمبور ماليزيا من شنغهاي. صراحة اللي بيجي ماليزيا يجرب هذا من زمان، كل ما يجي ماليزيا يجرب هالكوفي أولد تاون وايت كوفي يا أخي، تقول كرك يا سلام عليك يا ماليزيا. أحس إني أنا في بيت. يوم تاريخ 5 today is 5 of August 2019 نيسان from Europe car in terminal 2. Today you have a marriage, yeah? Yeah. Yeah, marriage party. I want you to tell me why you are here in this place. Outdoor. So yeah. This is part of your marriage, yeah? Yes. You go outside and take a picture. هاي صراحة اللبس الجميل، اللبس الماليزي. Traditional dress, yeah. هذا traditional dress. صراحة حلوة. Okay. النار بس شوي غليظ. Yeah, nice to meet you. I wish you very good luck with your wife. Inshallah, happy life. Amen. Thank you very much. Thank you. Bye. ولاية كوالا سيلانغور من الولايات الجميلة في ماليزيا اللي فيها ثقافات وتقاليد مختلفة، وفيها هضبة مشهورة اسمها ميلواتي اللي فيها بقايا قلعة بناها السلطان الثاني لحماية ولاية سيلانغور من الحروب والحروب الأهلية، لكنها تدمرت أثناء أيضا الحرب الأهلية. والمسافة بين كوالالمبور وهضبة ميلواتي حوالي 66 كيلومتر، والرحلة تستغرق فعليا بالسيارة تقريبا ساعة إلى ساعة وربع. وأنا أقصد زيارة هذا المكان بسبب تواجد القرود الفضية، هذا القرد الفضي وهو أليف جدا، لكن ما يمنع أنك تكون حذر. وهاي القرود لها اسم خاص فيها يسمونها اللوتونغ أو قرد الأوراق الفضية، ويتواجد في بروناي واندونيسيا وماليزيا، وتاكل البذور وأوراق الأشجار، ويفضلون الأوراق الغير ناضجة لأن الأوراق الناضجة تسوي لهم مشاكل في المعدة بسبب انخفاض الجودة الغذائية في نظامهم الغذائي. وهذه القرود بطيئة في الحركة وأقل نشاطا من الأنواع الأخرى، وعددها طبعا في تناقص بسبب عوامل عدة، منها حرائق الغابات وإزالة الأشجار وتوسيع الأراضي. طبعا هذه دبي لوف في العاصمة كوالالمبور عاصمة ماليزيا. كل حد يحبنا شيء طيبة. طبعا هذا الطريق المؤدي إلى جنتينغ هايلاند. هذه الأكلة يسمونها الدوريان، زين فيها ريحة خايسة، في كل فندق يحطوا لك الصورة هاي وعليها إكس، كأنه يعني صلب جيجارة وعليه إكس. ممنوع تدخل هذا وين الفندق لأن ريحة هذا خايسة، ويوم تاخذ موتر أجار بعد حاط لك صورة دوريان وعليها إكس. لكن الناس يأكلون غريبة يعني، ويلبس قفاز. أنت لو تلاحظ هذيلا مثلا لابسين قفازات عشان الأكلة هاي فيها ريحة خايسة، بس ليش أكلها؟ جهنم تأكلها. في هذه يعني هي يقولك طعمتها لذيذ لكن ريحتها خايسة. حتولي طبعاً هذه الساحة الداخلية في جنتينغ هايلاند، هم يسمونه جنتينغ هايلاند جنتينغ هايلاند. الـ
اندور الالعاب الداخليه في الجنتينغ هايلاند في ماليزيا، عباره يعني تقريبا عن دورين. يوم تي تشتري التذاكر تحت تذكره الوحده ب 75 رنجت، تصير عند الماكينه تدفع بالبطاقه، ما في كاش، ما ياخذون كاش، بالبطاقه. زين 75 تلعب قد ما تبى، لكن الالعاب اللي تحت فري. يوم تي فوق تبغى تلعب هاي اللعبه، الالعاب اللي مثل هاي تدفع 25 رنجت زياده، وتحت مو مذكور، تتفاجئ، تفكر عمرك انك تقدر تلعب اي شيء. هم الدور اللي فوق بتلعب فيه شو اسمه، هاي كل لعبه تذكره بروحها، كل لعبه تذكره بروحها. مرتفعات جنتينغ تبعد عن كوالالمبور 50 كيلومتر، وتستغرق الرحلة في السيارة ساعة، لكن تستحق أنك تسكن فيها ليلتين فوق، لأن الفنادق موجودة ومتوفرة، ولأن الجو فوق دائما بارد والحرارة ما بين 12 إلى 24 درجة مئوية. قمة الجبل مكان ضخم كبير للألعاب والترفيه، ينقسم إلى ألعاب مغطاة وألعاب في الهواء الطلق، يصلح للكبار والصغار، وتوجد مراكز تسوق ومطاعم كثيرة، اللي عنده عيال عياله بيستانسون بلا شك. هذه البطاقة تاتشانغو تستخدم في ماليزيا، وتقدر تدخل التطبيق عندك تدفع أي شيء بهاي البطاقة، فواتير تلفون، الباركينج، أي شيء، مثل ما يكون عندنا نحن شيء اسمه دبي ناو، دبي الآن. بس عموما بالنسبة للسائح اللي يسوق سيارة بيحتاج هذه البطاقة عشان يمر من البوابات. إذا استخدمت التطبيق فأقل رصيد يكون في البطاقة 200 رنجت، مال 190 درهم تقريبا، لكن ما يحتاج تنزل التطبيق، تاخذ البطاقة من عندهم، وبعض المحطات تعطيك مال البترول، وتعبي عندهم مبلغ معين، أنت تقدر المبلغ بكم وتسوي لي ريتشارج، تعيد التعبئة. البطاقة هاي تاتشانغو وحدة من البطاقات اللي متوفرة في ماليزيا اللي انت تحتاجها الطوف. وانا دايما انصح الناس اللي تسافر اذا يقدر يسوق يسوق، اساس انه هو اذا ساق بروحه بيشوف كل شيء وبيوفر مبالغ. صبحكم الله بالخير والنور والسرور من العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهذه طلة الشقة. طبعا الدريشة ما تتبطل، بتشوفون اخبار ولا بتشوفون شيء، المهم مش مشوا الموضوع. فهذه طلة العاصمة الماليزية، وهذه عماراتها من سنة 94 أنا أذكرها. ارتفاع أبراج بتروناس التوأم في كوالالمبور مع الهواء 452 متر، وفي كل برج تقريبا 88 طابق و78 لفت. واللي سوى هذا البرج مهندس أرجنتيني اسمه سيزار بيلي، والبرج فيه مكاتب ومراكز تسوق ومبيعات. هذا معروف يسمونه جادي باتيك. جادي باتيك يعني هذا اللي يصبغون الثياب، هني يراون كيف يصبغون الخلقة بهاي الطريقة. وهذا مكان سياحي في ماليزيا، يعني شوف هاي الصبغة كيف حلوة، هم يصبغونها هني عندهم. طبعا هذين الجماعة اللي هني ماخذين كورس يعلمونهم كيف يرسمون على الخلق، بعدين يوم بيرجع بلادي بيسوي له مصنع. سووا لكم انتم نفس الشيء بعد مصنع، شوف هذي تعلمون تراهم الحين، شوف شلة الألوان، هذا بيشل الألوان اللي هني اللي قالت عليه هي طبعا. اوكي ناو يو ويل جو كلر يا بدا يلون. هذا اللي تو ماخذ من شو اسمه، خذوا لكم كورس هني وسووا لكم بروجكت. الحين هي بتشرح لنا العمليات اوبريشن هاو تو كلر ذا. اوكي هلا، هاي سو ذيس از ذا بروسيس هاو دي ميك باتيك. سو فيرست وي يوز واكس، they melt the wax and then they will use a special pen, we call it chanting. They will scoop the hot wax and then they draw the design. Okay. Okay. So this is all by wax, hand drawn. So they draw here first by this one. Yeah. Okay. Wax, hot wax. Okay. This is wax. Wax, yeah. You can feel the wax. Yeah, yeah. Yes, yes, this is wax. You can feel it, yes. تقدر تحس بالوكس اللي فوق، هم يرسمون الورود هذه بعدين يلونونها. اوكي so after draw the second step is coloring. The second stage is coloring. المرحلة الثانية اللي هي التلوين. Okay, so this is why they use the wax, because the color will mix because of the wax. Okay. The wax you control the color, so you won't come out the line. Okay, so the wax is controlling the color. The wax is هو يسيطر على
الالوان عشان الالوان ما تطلع برا. So they draw, they put the color inside the wax so that it will not go outside. So the color will mix. Like border. It is like like a border. Yes, yes. Okay. Okay, after finish coloring, fix the color with the chemical. Okay, so you will fix the color with the chemical. Apply all the cloth, leave it 4 hours. Okay. And then they will boil the material with soda. What is that? Soda. Yeah. Okay. So you will put the chemical on the color to make the color stay. Okay, to stay, to keep it to stay. يخلي اللون يحطون الكيميكال عشان اللون يتم موجود ما يروح يعني. Okay, then you put for 4 hours you put. 4 hours. Yeah. And then they will put the cloth to the boiling water with soda. With soda, with boiling water. ماي مفور. To remove okay. the wax. اوكي يحطون هذا في ماء حار عشان يخوزون الوكس البوردر يعني اوكي اوكي لما يروح الوكس بيكون فقط الالوان هي اللي موجوده فبتكون بهاي الطريقه اوكي هذه الالوان موجوده قبل كانت محدده كل ورده محدده بالوكس يعني في بوردر حدود ما يسامحوني شوي كلمات ادخلها بالانجليزي اوكي excellent that's okay so the after you the ladies wear it, like what you are wearing now yeah but this one is different technique this one they use stem okay. this is batik stem batik stem ah stamp batik stamp yeah 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 khatam okay so batik got two types one hand drawing and the other one is hand stamp okay yeah by this is so this is what you are wearing not by hand drawing this is by stamp بالختم اللي هي لابستن مختوم غير مرسوم باليد اوكي سو ذس از ستامبد هذا مش اللي مرسوم باليد هذا الختم والله بعد ممتاز بس ذس از برايس از نوت سيم يا ذا ستامب ليتل بيت تشيبر ذس از تو مات تشيبر 34 بس لايك وات اي وات يو شو مي بيفور يا 488 اف ستامب هاو ماتش ويل بي Same For example, same size, same everything, but stamp. Approximately. Yeah, it's more cheaper. Like this one, if 1 meter, then 48. But that one, how many meter? I think 1 meter will be. So if a stamp, it will be like 43 or 50. Yeah. Okay. والله فرق كبير. It is not less cheaper. It is much cheaper. يعني لو كان المختوم خذ لك المختوم أحسن. شو دراهم الناس أنت. لابس المختوم ولا المصنوع باليد؟ Now you can see the difference. Yeah. If both side is a handmade. Okay. Yeah. If only one side is a machine print. Yeah. إذا شفته أنت هذا منصوب واحد يعني مو باللي مصنوع باليد machine print يسموه طباعة مكينة أو شيء كذي. But if handmade it will be. It must be both side. بيستوي منصوبين. Both side. Yeah. 188 شوف مثلا هذا مو برخيص ترى هذا ب 488 قول بالدرهم 450 but this is silk and hand drawing يعني هو حرير ورسم اليد نعم 450 درهم تقريبا so this is حجاب الشيء اللي هذا هذه طبعا منتجاتهم في هذا المحل يعني هذه واجهة سياحية ونقطة سياحية اللي هي ماليزي يبون هني اصلا شركات التور ما ادري كم ياخذ عليك اخر شيء يبوك هني تراها كله ترى تعرف 6 دقائق من توين تاور من بتروناس 6 دقائق بالسيارة مو باكثر ان شاء الله ننقل لكم شيء الحلو والمفيد يعني طبعا هذا المكان اللي يسمونه باتو كيفز باتو باللغة الماليزية يعني الحجر كهف الحجر هو من أكبر المعابد الهندية في ماليزيا عدد حل الدري استبات الخطوات يعني 272 الطقوس اللي راح تشوفونه بعد شوي في معبد مورغان في كهف باتو كيف عبارة عن صلاة يتواجدون المصلين يوم الجمعة في هذا المعبد ويصلون بهذه الطريقة
للإله، يصلون مع العزف بالمزمار والطبول والناي لنقل رسالتهم نحو الآلهة وإثارة الشفقة بين المؤمنين والمصلين اللي يبدو رغبتهم في أن تتحقق أمانيهم. والعزف بالناي والطبول هي الطريقة التقليدية للتعبير عن رغباتهم تجاه الآلهة، ورجال الدين عندهم يباركون المصلين بوضع بعض أنواع الأصباغ على وجوههم وتقديم نوع معين من الورود ما إلى ذلك. بعد شوية راح تشوف الطقوس. دخلنا معبد من معابدهم وقالوا خلنا عليك برا، ما قالوا يعني مكتوب. عندهم طريقة التبرك عدة أنواع، هذا المطوع مالهم يحطون فيها بيزات طحين وشكر فلوس داخل. ايوه يصلون هنا.
temple عنده خمسة اسماء five names for this. Tell me the names. Muruga, Sanmuga, Subramaniam. Yeah, okay. طبعا شو عندهم اليوم دق وهذا. So you told me this is the name of the temple Morgan. Pattimalai Murugan Koil. Again. Pattimalai Murugan Temple. Again slowly. Pattimalai Murugan Temple. Okay. And this is what is today was playing a drum. Friday, every Friday. Every Friday same, every Friday. But not every day. No, every day. No, Friday. Ah, okay. Festival. So everywhere, Hindu temple, and Friday they have same, yeah. Yes. And what they are doing? How long this? 1 hour, 2 hour? Maybe 1 hour. 1 hour like this. And what's they are doing here? Oh, now going to closing the 2200 hours, 10 o'clock. This is the name of the temple up? This is the Velayudar Koil, Murugan Temple. Morgan? Murugan Temple. Morgan Temple, Morgan, yes. Morgan Temple. Yes. Okay, okay. Thank you so much. طبعا وانت طالع من التمبل يعني حاطي لك سوفينيري. شغلات سوفينير يعني. هدايا تذكارية. هذه الساحة يسمونها داتاران مردكا، كلمتين ماليزيتين داتاران مردكا يعني ساحة الاستقلال. هذه الساحة معروفة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهي من ضمن النقاط السياحية في ماليزيا. باكيت بنتانغ هو شارع حيوي جدا في العاصمة كوالالمبور، وهو المقصد المثالي للمتسوقين. هذا الشارع دائما مزدحم بالسياح العرب والأجانب وأيضا أهل البلد، وفي مطاعم عربية وغير عربية كثيرة، وفي مولات كثيرة والناس رايحة ورادة، وتقام فعاليات وعروض كثيرة في هذا الشارع. لذلك سموا هذا المكان المثلث الذهبي، وهذا الشارع أفضل مكان للسكن، وأطلق عليه بعد شارع العرب لكثرة إخواننا العرب في هذا المكان. وهاي طبعا لقطات منها عشان توصلك الفكرة. وعموما كوالالمبور تحتاج إلى 7 أيام أقل شيء عشان تشوف أغلب الأماكن السياحية اللي فيها. بتلاقي في ماليزيا كلمة كوالا متكررة وايد في أكثر من اسم، مثل كوالالمبور العاصمة، كوالا بيرلس، كوالا سيلانغور. وتعني هاي الكلمة كوالا المكان اللي يلتقي فيه النهر بمصب آخر من الماء، مثل يعني نهر آخر مختلف أو بحيرة أو بحر. يعني كوالالمبور العاصمة سموها بهذا الاسم بسبب التقاء نهر كلانغ الموحل بنهر جومباك. وراموتان غوليجي. How much 1 hour massage? 1 hour, 35 only. 35, yeah. Full body massage, yeah? Yeah.